السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. التركيز على الدراسة وكيفية الدراسة والتركيز على أي نوع من العمل، فهو الدراسة تعتبر عمل. وأعيد السهم، ورأس السهم هو نقطة، وهذه النقطة هي تعتمد على النيورو ترانسميتر أو الناقل العصبي أسيتايلكولين التي يفرزه الدماغ من منطقة البريفرونتال لوب وهي فوق الأنف ومن نواة أخرى في الدماغ. أما الشافت مالت السهم وهو يعتمد على هرمون الكورتيزول الذي تفرزه الغدة الكظرية فوق الكليتين، هما عددهم 2، وكذلك الأدرينالين والنور أدرينالين والذي يسبب التحفيز والحركة والطاقة. واستمرارية هذا التركيز يعتمد على هرمون الدوبامين الذي يفرزه الدماغ، وكذلك تفرزه الميكروبيوم والقناة الهضمية بنسبة 50%، فهذا مهم. بعدين عند القراءة مرات إذا كتاب أو مجلة أو موضوع علمي، فكنت أخطط تحت الجمل والكلمات المهمة وأكتب النقاط على حافة الكتاب. وبعد انتهاء القراءة من الشابتر، أو إذا واحد من يبدي صفحة واحدة، فيغلق الواحد العينين ويبدأ بتذكر ماذا قرأ، وخاصة النقاط المهمة الرئيسية وإعادتها في الدماغ ورؤيتها وعلاقتها في الصفحة، في أي سطر في أي مكان، حتى يتذكرها وتصبح عملية القراءة مرة أخرى لهذا الموضوع تكون بسيطة وأسرع. فإذن هي الدراسة أو القراءة أو التركيز هو عمل، ولكن بعد مدة من هذا العمل الصعب علينا أن نتوقف ونستراح وأن نستذكر ماذا قرأنا وما هي النقاط المهمة في الموضوع الذي ندرسه. أن عملية التركيز هي صعبة، لماذا؟ لأن الدماغ من عادة أن يشرد، فلازم نعيد الشرود وننتبه ونكون مايندفول ونتدرب على إعادة التركيز إلى الموضوع الذي نحن نركز عليه. فمثلا في التأمل نركز على التنفس وكيف الهواء يدخل من فتحة الأنف ويخرج، وإذا شرد الدماغ فنعيد التركيز على هذه النقطة، ولكن إذا كنا نقرأ فنعيد التركيز على الموضوع الذي نقرأه. وهذه عملية إعادة الشرود هي عملية جيدة وتدريب للدماغ، فإن الانتباه والوعي وعدم الشرود ومعرفة أن دماغنا شرد هي مهمة جدا. وهناك جملة تقول fire together wire together، يعني إذا سوينا الشيء مرات عديدة وعدنا فالاتصالات ما بين الخلايا العصبية الدماغية سوف تقوى، تصير wire together. الواير نقصد التفرعات من الخلايا العصبية، وفاير معناته من الخلية العصبية في الدماغ تشتغل، فرح تولد كهرباء ومواد كيميائية، ولكن نحن نشير لها فاير أو نار. ففاير توغذر واير توغذر، يوزت أور لوزت، عندما نستعمل العضلة أو نستعمل الدماغ فسوف لا نفقده وسوف لا يضمحل، فلذلك الاستعمال هو جيد. والدماغ لازم نعرف من الولادة حتى 25 سنة يكون سهولة أن نتعلم ونتغير ونتطور، ويكون التعلم أبسط وأسرع، ولذلك الشخص عليه أن يستغل هذه الفترة من حياته وأن يستغلها للدراسة أو لتعلم صنعة أو عمل، لأن التعلم يكون بسيط وأحسن، وأن لا يشرد عن الطريق. من نقرأ آية الحمد، اهدنا الصراط المستقيم، يعني صراط الذين أنعمت عليهم، ذول اللي هو الله أنعم عليهم ودلهم على الطريق الصحيح، ويعرفون شردون يسوون بحياتهم، شو يشتغلون وش يحبون، مو المغضوب عليهم اللي شاردين ويسمعون بس كلام الأصدقاء. الأصدقاء عادة إذا غير جيدين يؤثرون على الشخص، وخصوصا الشباب، ومرات يعني يفشل في حياته. ليش؟ لأن الصغار والشباب إذا يسمعون كلام الأصدقاء ما يسمعون كلام الأهل الجيدين، فيضلون عن الطريق ويضيعون.
فإن التركيز هو عادة ونتدرب عليها وتصبح عادة أوتوماتيكية. والفلو أو المجرى أن يكون واحد مع ما يقرأ أو يسمع أو يعمل. وأهم مثال أنا أعطيه هو بالعمليات الجراحية الصعبة، فواحد ينسى نفسه ويركز، والتركيز قد يكون أكثر من 100%، قد يكون 1000%. ومن واحد يخلص يشوف روحه تعبان، ليش؟ لأنه التركيز يحتاج طاقة جسمية وعقلية. ولكن أنا بعد ما هذا أرتاح وأسوي عملية اليوغا المنتصر في العمليات الجراحية، حتى أسوي ستريتشينج، يعني جسمي يتمدد. وبعدين من نسوي تركيز على أي عمل نحتاج إلى الهدوء، لأن الدماغ لازم هادئ ويكون المحيط هادئ، لأن الدماغ حتى لا يتشوش بالأصوات. إن عملية الدراسة هي إجبارية وفعالة، والإنسان عليه أن يريدها. وأما الامتحان فهو يكون بسيط. لماذا؟ لأن العمل كله إحنا سويناه في عملية التدريب، ولقد علمونا في الوسترن جنرال هوسبيتال في أدنبرا في اسكتلندا، عندما نتدرب لدراسة التخصص في الطب، وهذا عام 1968 بالمناسبة، فنتدرب مثل الرياضيين البروفيشنال، أي مهنتهم هي الرياضة، وخاصة الأولمبيان الذين الرياضيين في درجة عالية من التدرب. وتدريب هؤلاء الرياضيين هو صعب ويومي، وهناك عدد كبير من الناس يسندوهم بطريقة الحياة الصحية والنوم والعلاقات الإنسانية. وكذلك هؤلاء الرياضيين فهم يتدربون تدريب صعب، ومثل الطبيب عندما يتدرب أو الطالب عندما يتدرب، وهي يومي ومنتظم ومخطط له. وكذلك في يوم الامتحان أو في يوم المسابقة للرياضيين فهم يكونون هادئين ودماغهم هادئ، ولا ويركزون ولا يشوشون أدمغتهم. فيوم الامتحان أو يوم السباق يكون حلو وبسيط ويحتاج إلى تركيز مكثف. وكذلك في أيام الامتحانات إذا كان كتابة أو شفهي أو عملي، فأنا شخصيا كنت أعتبره من أسعد أيام حياتي، وأكون فرحانة وعندي طاقة. ليش؟ لأن هذا اليوم راح أنا بس أطلع المعلومات اللي تعلمتها، فسوف لا أحتاج أن أجلس في الغرفة وأتعب وأركز. فكل هذا التعب أنا مسويته، وهسه أنا دا أروي التعب مالتي زين. فصباح الامتحان يكون يوم جيد، وأنام نوم جيد قبل الامتحان، وهناك ريتشوال يعني عادات أنه متعودة عليها يوميا، الساعة اللي أستيقظ بيها. وكذلك الطالب عليه أن يعود نفسه على الساعة اللي يستيقظ بيها ويصحصح بيها ويشرب القهوة أو الشاي ويروح للتواليت وتطلع بطنه، ويكون ذاهب إلى الامتحان بصورة مرتاحة ولابس هدوم جيدة ونظيفة وأنيقة وفضفاضة، حتى لا تؤثر على جهاز الدوران أو أي شيء آخر، وحذاء مريح أيضا. فهذا كله نحتاجه في الذهاب إلى الامتحان. أما الأسئلة فالإنسان اللي يركز ويقرأ ويعرف، وخصوصا إذا قرأ الأسئلة في السنوات السابقة فيعرف شنو الأسئلة اللي راح تيجي، يوصل إلى مرحلة يعرف شنو الأسئلة اللي راح تيجي فيراجعها في اليوم السابق للامتحان، وحتى يقدر يراجعها الصبح يقلب الأوراق قبل ما يروح. وأحسن مثال أنا أعطيه هو الحالب، لأنه قرأت الأسئلة مال الجراحة العامة للعشر سنوات السابقة، وكل سنة كل امتحان يجيبوا لي الحالب. ليش؟ لأنه مهم، وخاصة في جراحة البطن في النسائية وفي عمليات الجهاز البولي، فلازم نعرف الحالب لأن كلش قريب على الشريان الذي يغذي الرحم. فهذه مهمة، فأن نتدرب مثل الرياضيين. والفيجواليزيشن مهمة، لأن الدماغ من نسد عيوننا ونركز على مثلا السباق بالنسبة للرياضي، أو على الموضوع كيمياء أو فيزياء أو بيولوجي أو أي موضوع علمي أو حتى صنعة، فالدماغ يصور هو دي يسويها عمليا، وتصير الاتصالات بين خلايا العصبية تقوى،
هذا مهم جدا أن يتعلمه الطالب، وأهم شيء هو النوم قبل الدراسة وقبل الامتحان. والنوم هو لازم واحد يتعود، يعني فيصير شيء طبيعي مو فشي صعب. ومن الأشياء العملية اللي كنت أتذكرها، يعني متدربة مثلا على إجراء عملية قيصرية أو استئصال رحم، وبس الليلة قبل أقرأها بالكتاب، وصبح أصفون وأتصور شون راح أفتح البطين الجليد هذا، شون أخلي الكلام. من أجي أشتغل أشوف إيدي كلش خفيفة وكفاءة وسرعة، يعني بدون ما أنا أشد على نفسي وأخلص 20 دقيقة 22 دقيقة وأنا مرتاحة. فهذه الطريقة ممكن نستعملها بالقراءة، أنه من نقرأ تسد عيوننا ونركز شنو النقاط المهمة، والمواضيع كلها هي على نقاط أساسية، يعني يسموها هيدينج رؤوس أقلام، وبقية الكتب والمواضيع هي شرح لهذه الهيدينج أو رؤوس الأقلام أو الفكرة التي يريد الكتاب أن يوصلها إلى دماغ الذي يقرأ. فلازم واحد يفرق شنو هي النقطة الأساسية اللي يركز عليها وما هو الشرح. وإذا واحد ما يقدر ينام فعليه أن يعود نفسه ويطفي الضويات ويقرأ شوية قبل ما ينام فيشوف ينعس. وكذلك النوم ظهر، يعني يسموه سياستا بالإسباني، 10 دقائق 15 دقيقة، يجدد الطاقة ويصير الواحد نشيط. يعني من واحد يشعر بالتعب يمدد ويرتاح حتى لو نام ما يخالف. وإذا ما قدر ينام يسوي نون سليب ديب ريست. نون سليب يعني استراحة عميقة بدون نوم. شلون؟ يرخي عيونه ويرخي الفكين ويرخي اللسان والحنجرة ويمدد ويركز على التنفس ويبقى كم دقيقة، 5 دقائق 10 دقائق. فمن يقعد يشوف عدة طاقة. أنا استعمل هذه الطريقة من أمشي مدة طويلة وأتعب، أمدد على فد مناضف يعني بإنجلترا متوفرة، وأفشي بسمنت وهاي وأنام أمدد وأريح نفسي وأقعد عدة طاقة وأقدر أستطيع الاستمرار في المشي. والمشي هو هم عمل ويحتاج إلى تركيز، فكل شيء نسويه لازم نركز وننتبه. يعني حتى المشي هو يحتاج تركيز، وين أخلي القدم مالتي على الأرض، شلون أسوي حفظ على البالانس حتى ما أثار حتى ما أسقط على الأرض، وشلون أتنفس القامة مالتي. فهذا كله يحتاج إلى تركيز. فإذا نركز، فسنعيد أنه نركز، إذا شرد دماغنا نعيد التركيز، وحتى لو عدة مرات ما يخالف، لأن مع التدريب رح يقل الشروط ويزيد مدة التركيز. ثم نستراح بعد التركيز، لأن التركيز يحتاج طاقة وهو تدريب ومهارة. وأن نستمر ونعمل هذه القراءة وشيء يومي، وليس نركزها قبل الامتحان أو قبل مثلا بالنسبة للرياضيين قبل المسابقة، لا هذا ما يفيد. لازم يومية ومدة طويلة حتى يدرب الجسم، يدرب العقل، ويدرب الخلايا العصبية للدماغ والاتصالات بيناتها. فترة التدريب هي المهمة. الامتحان أبسط وما يخوف، هو واحد لازم يركز ويصرف طاقة ويتعب تعب شديد في التحضير، وبنفس الوقت يفرح لأنه الامتحان هو يعني نوصل إلى الهدف، ومن نوصل الهدف تشوف تفرح وتعتز بنفسك وتزيد ثقتك بنفسك، بس راح تدور هدف ثاني. ولذلك أتمنى أن يكون هذا الفيديو مفيد للطلاب ولكل العاملين، والتركيز هو أهم شيء بالحياة لإنتاج الطاقة والبرفورمانس يعني الأداء في الحياة، والعقل السليم في الجسم السليم، والعقل السليم يحتاج إلى صحة القناة الهضمية وخصوصا المايكروبيوم.
وشكرا، وأتمنى لكم معلومات صحية جيدة، وأن تعترفوا بأن الوقاية هي خير من العلاج. وشكرا، وإلى اللقاء، ومع السلامة.